افتتح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي دورة التيلتي بعرض الفيلم السعودي حوجاً للمخرج ياسر الياسري بعرض العالم الأول بحضور طاقم العمل نور الخضراء براء عالم ونايف الظفيري، ولهيك كان لازم نلتقي فيهم لنعرف تفاصيل أكثر عن العمل وكيف كانت كواليسه. حوجاً جلس أكثر من شهرين في البرنسبل فوتوغرافي اللي هو أيام التصوير، وكان في شهر تحضير قبله، وبعدين جلس سنتين في المونتاج. الفيلم يحكي قصة الجني حوجاً الذي يقع في غرام الإنسية، وبالتالي يدخل في مغامرة يحاول من خلالها أنه يكتشف خلفيته الثقافية، مين أجداده، مين هم الجن، ويكتشف معلومات أكثر عن طبيعته كجني وما يستطيع أن يفعل وما لا يستطيع. فهي مغامرة كبيرة خيالية على مستوى الجن وعلى مستوى القصة، بس هي في النهاية قصة بشرية إلى حد ما. طبعاً كانت مسألية، وخاصة أن الرواية حوجاً لما طلعت زمان قبل يمكن 15 سنة أو 10 سنين، كنت صغيرة في المدرسة وقرأتها، وأنا من جدة والرواية من جدة، وكلنا ارتبطنا فيها وانجنينا إنه كيف في شيء ساي فاي رومانس كذا. عالم الجن ما في مرجع بصري إله، لأن إحنا في الثقافة العربية وفي الدين الإسلامي الجن ما نشوفه إحنا كبشر، لذلك ما في مرجع بصري، يعني ما في اثنين عرب ومسلمين عندهم تخيل واحد على شكل الجن يعني. وهذا كان تحدي مخيف، ان انا اجي حاليا مع كل هذا التراث وكل هذا التاريخ واقول بانه شكل الجن هذا شكله، فكان كثير تحدي. قريت كثير كتب من قبل احاول اني اشوف كيف اقدر اجمع اخلق شيء يبين عند الناس لما يشوفوا يقولوا اوه فعلا ممكن هذا قريب من تخيل عالم الجن. بصراحة مرة حبيته، ويعني أنا كنت بنتظر ذا الفيلم من سنتين، فتفلت سريل يعني إنه يكون فيلم الافتتاح كمان، يعني كله كده جاء في يوم واحد، ضحكنا وبكينا وكل شيء. يعني بصراحة I'm super proud. يمكن أكثر شيء سمعته مبارح أول ما طلعنا من العرض إنه الكيمياء، كيف كلكم كنتوا مع بعض متناسقين بشكل سموث، بشكل غير مفتعل، كنتوا لايقين على شخصياتكم وعلى الشاشة. والله الكاست فعلا على قولة براء كان أحلى شيء في الموضوع، يعني والمخرج طبعا، بس يعني الكاست لأنه إحنا نعرفهم، براء ونايف والعنود ومحسن، من قادر أتخيل الفيلم من غيرهم. أنا هذا مو أول فيلم لي، واشتغلت أفلام كثيرة قبل، هذا الفيلم كان مختلف جدا، يعني أحس الطاقة والروح اللي موجودة عند الناس داخل موقع التصوير كانت رائعة. الكل مسهم في العمل كما ياسر مسهم فيه بالضبط، بكل حب وجهد مضني جدا، ولكن كانوا الكل يريدون فعلا يقولون إحنا كعرب عدنا القصص وعدنا الوسائل إن إحنا كيف نسويها، وأتمنى يكون حوجاً فعلاً بادر إن يكون هذا الشيء. شيء كان موجود في الرواية حاولنا نخليه برضو في السكريبت، إنه يكون مهما كان العالم خيالي أو ساي فاي أو شيء غير منطقي، وأسامي مدن الجن غير منطقية، لسه ربطناها بجدة، ولسه ربطنا يعني مثلاً خروج الإنس لسه ربطناها بالكورنيش، لسه ربطناها بالمول، فكان في ميكس بين أشياء انت تقرأ تشوفها في افلام اجانب، وميكس بين اسامي مناطق وشوارع ومدينه سو فاميليير وما قد شفت شيء فيها ساي فاي، فاحس الميكس از انترستينج. اغلب الاشياء اللي في الفيلم كان لها تحدي جسدي كبير، من ناحيه الفايتس، من ناحيه الوايرنج، الاشياء التكنيكس اللي استخدمناها. أعطينا فترة ريهرسل تقريباً شهر قبل الفيلم، تدربنا على كل هالأشياء حتى لما نجي للتصوير نكون جاهزين ذهنياً وجسدياً، ولكن لا بالعكس، يعني الحماس اللي قلت لك عليه كان موجود عندهم وأكثر، وكنا يعني شركاء في صناعة حلم صراحة. كنت سعيد جداً لأسباب عديدة. السبب الأول اللي هو القصة أصلاً ابتدت من جدة كرواية وصورت في جدة وأحداث الفيلم في جدة، وأن يفتتح الفيلم في جدة كان موضوع بالنسبة لي يعني قصة خيالية تتجسد إلى الواقع. يعني كان شعور بالفخر أنه شاركنا هذا الفيلم اللي هو أصلاً قصة جداوية مع أهل جدة لأول مرة، وكانت ردود الفعل إيجابية بشكل عام بعد انتهاء العرض الحمد لله. خطوة جريئة أنه
يحاول يسوي فيلم فانتازيا. يعني ما في السعودية ما قد سوينا فيلم فانتازيا بهذا السكيل. أكيد شعوري أنا كصانع أفلام عربي مع الطاقم اللي معايا ممثلين وفنيين أن نكون ضمن هذا المحفل، محفل فيه نجوم من العالم موجودين جايين يحضرون يعرفون الفيلم افتتاح فيلم سعودي، أعتقد هذا راح يشكل دافع مهم وقوي للأفلام وصناع الأفلام القادمين، وهذا بالنسبة لي من أهم الأشياء صراحة.